أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث الأخبار. هكون معكم أنا دانا مدحت على مدار ساعتين، أنا وزميلي محمود السعيد لمتابعة أهم الأخبار المحلية والدولية. محمود برحب بك. أهلا بك دانا وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، وزي ما قلت لكم دانا إن شاء الله هكون مع حضراتكم على مدار ساعتين في برنامج آخر الأخبار وأحدث الأخبار، بتكون معاكم في هذا البرنامج على مدار الساعتين، سواء التطورات في الأزمة الروسية الأوكرانية وحتى بعض الأخبار الخاصة المحلية ومختلف الجوانب من خلال مجموعة من المراسلين والضيوف. والبداية ستكون مع توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكل الشرائح من المواطنين. وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وجه السيد الرئيس ببذل كافة الجهود لتقديم مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين. وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة موقف أعمال التنسيق العام بالحي الحكومي، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة ومنطقة حي المال والأعمال، فضلا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور والعمل في منطقة النهر الأخضر. كما عرض السيد وزير الإسكان سير العمل بمدينة العالمين الجديدة وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحي اللاتيني، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية، حيث وجه السيد الرئيس ببذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة. كما تابع السيد الرئيس كذلك تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في سور مجرى العيون، وكذا تطوير مسجدي عمرو بن العاص والسيدة رقية، فضلا عن جهود تطوير القاهرة الخديوية لجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، لاسيما رفع كفاءة الميادين الرئيسية والمباني وتطوير حديقة الأزبكية التراثية، إلى جانب تطوير منطقة مثلث ماسبيرو. كما عرض الدكتور عاصم الجزار خطط وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لطرح وحدات سكنية وإدارية وتجارية متنوعة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى استعراض جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بشأن بلورة برامج جديدة لتوفير وحدات سكنية للإيجار في المشروعات السكنية الجديدة. والآن ننتقل إلى ملف الأزمة الروسية الأوكرانية. بمشاركة وزير الخارجية المصرية سامح شكري، عقد وزراء مجموعة الاتصال العربية وأمين عام الجامعة العربية
عقدوا جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في بولندا. وخلال المحادثات أكدت الوفد العربي على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الأزمة على أساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما عبر الوفد عن القلق من امتداد أمد الأزمة وتبعاتها الإنسانية والسياسية والأمنية والاقتصادية، ومؤكدا على دعمه لمسار المفاوضات المباشرة بين الجانبين الروسية والأوكراني واستعداده لإسناد هذا المسار بهدف التوصل إلى وقف العمليات العسكرية، وذلك تمهيدا لحل سياسي مستدام لهذه الأزمة. دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زلنسكي لطرد روسيا من مجلس الأمن، وخلال كلمة بالفيديو أمام مجلس الأمن أكد زلنسكي أن الجنود الروس يدمرون المدن الأوكرانية عن عمد. وأعلن زلنسكي أنه ذهب إلى مدينة بوتشا وعاين الجثث بنفسه. بالأمس عدت من بوتشا منذ أن تحررت من وطأة الجنود الروس، وعدت إلى كييف وشهدت بأم عيني أنهم لم يتركوا جريمة واحدة لم يرتكبوها في حق المدنيين. لقد قتلوا كل من خدم بلادي، وأيضا أطلقوا النار النيران على النسوة ممن خرجنا من بيوتهن يستصرخن المارة لإنقاذهن، فلم يسلمن من إطلاق النيران. إنني أتحدث إليكم باسم شعب يكرم مثوى المفقودين يوميا. هنا نجد أن أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هو المتورط والذي خضبت يداه بدماء الأوكرانيين، وهم يتبعون سياسة محددة ومتسقة وهي سياسة التدمير، سياسة معاداة التنوع. إنهم يشنون حربا ضد كل ما هو مختلف. من جانبه أكد مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن أن عدم تقدم الجيش الروسي يعود للمقاومة القوية الأوكرانية، ومعلنا بأن كييف ستحرر كل الأراضي التي سيطرت عليها موسكو. كما أكد أن روسيا تعمد إلى تغيير الحدود السياسية لجيرانها. كيف وصل الروس إلى وحشية النازيين؟ متى بدأتم تشعرون بالسعادة عندما تمارسون ممارسات النازيين كقتل المدنيين ومحاولة إعادة رسم الحدود المعترف بها دوليا وتحديد مهمة تسوية المسألة الأوكرانية أخيرا، تماما مثل ما حاول هتلر أن يحل المسألة اليهودية؟ متى فاتكم تحول روسيا إلى ذلك؟ روسيا غير الراغبة وغير القادرة على حمل إلا المعاناة والدمار والموت لجيرانها. هذه أكاذيب تقول فيها إنكم لن تستهدفون الأهداف المدنية، ولهذا السبب التقدم بطيء كما تقولون. أنتم تستهدفون المدنيين وأنتم تقتلون المدنيين. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق نار عاجل في أوكرانيا. وأكد غوتيريش أمام جلسة مجلس الأمن أن الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى أزمة غذاء عالمية وتشكل تهديدا للأمن والسلم العالمي. كما أعلن أن العملية العسكرية في أوكرانيا أدت إلى أكبر موجة من النزوح منذ الحرب العالمية الثانية. إن الحرب في أوكرانيا تشكل أخطر التحديات للنظام الدولي وهيكلية السلام العالمي المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة بسبب طبيعتها وحدتها وتبعاتها. نتعامل اليوم مع اجتياح كبير على عدة جبهات لدولة عضو في الأمم المتحدة وهي أوكرانيا من قبل دولة أخرى، الاتحاد الروسي عضو دائم في مجلس الأمن، في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وبأهداف متعددة بما في ذلك إعادة رسم الحدود المتفق عليها دوليا بين الدولتين.
لقد أدت الحرب إلى خسارة كبيرة في الأرواح وتدمير كبير للمراكز الحضارية وللبنى التحتية المدنية. لن أنسى أبدا صور المدنيين الذين ذبحوا في بوتشا وقتلوا، وأدعو على الفور إلى أو دعوت للفور إلى عملية تحقيق مستقلة لضمان المساءلة الفعالة، كما وأعبر عن صدمتي إزاء شهادات بعمليات اغتصاب وعنف جنسي. المفوض السامي لحقوق الإنسان قد تحدث عن إمكانية ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات فاضحة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات خطيرة للقانون حقوق الإنسان الدولي. والهجمة الروسية قد أدت إلى نزوح أكثر من 10 مليون شخص في شهر واحد، وهي أسرع موجة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية. بالإضافة إلى ما يحصل في أوكرانيا، أدت الحرب إلى ارتفاع كبير في أسعار الغذاء والطاقة والأسمدة، لأن روسيا وأوكرانيا هما من أعمدة هذه الأسواق، ولقد قوّد ذلك سلاسل الإمداد ورفع من تكلفة النقل، بما فرض ضغطا إضافيا على العالم النامي. من جانبها، أكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزميري دي كارلو، أكدت أن كل المواقع النووية في أوكرانيا يجب حمايتها وضمان أمنها، مشيرة إلى أن أرقام الضحايا والمصابين في أوكرانيا هو أكبر بكثير من المعلن عنه. منذ إحاطتي الأخيرة للمجلس في 17 من مارس، تردى الوضع الأمني في أوكرانيا بشكل كبير. عدد الأوكرانيين المدنيين الذين قتلوا قد تضاعف أو أكثر من تضاعف، والمدن الأوكرانية لا تزال تتعرض لعمليات قصف أرضي وجوي بشكل عشوائي. مئات آلاف الناس بما فيهم الأطفال والمسنين والمعوق وذوي الإعاقة لا يزالون عالقين في ظروف كابوسية، وهذا الدمار الذي شهدناه في ماريوبول والمدن الأوكرانية الأخرى يشكل وصمة عار على جبهة هذه الحرب. وما شاهدناه في عطلة نهاية الأسبوع بعد أن رأينا صور قاتمة عن مدنيين ملقوحين في الشوارع مكبلي الأيدي حول كييف من قبل القوات الروسية مقلق للغاية، وهناك تقارير حول من قبل المنظمات غير الحكومية والإعلام تزعم بعمليات قتل للمدنيين واغتصاب وعمليات سرقة في تشيرنيف وخارييف وكييف. السيد الرئيس، بالإضافة إلى عمليات القتال، إن جهود الدبلوماسية لوقف هذه الحرب بما في ذلك الحوار المباشر بين الأوكرانيين والروسيين مستمر. قال الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ إن الجيش الأوكراني يقاوم بضراوة ويسترجع الأراضي التي استولت عليها روسيا. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، قال ستولتنبرغ إنه يتوقع من روسيا ممارسة ضغط على شرق أوكرانيا وجنوبها للسيطرة على دونباس بأكملها، داعيا جميع الدول الحلفاء لتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بمقاومة شديدة وتستعيد أراضي من الغزاة الروس وترغم روسيا على تغيير خططها الحربية، ولكن موسكو لا تستسلم ولا تتخلى عن طموحاتها في أوكرانيا. نحن نرى الآن حركة مهمة للقوات بعيدا عن كييف، وإعادة التجمع وإعادة التسلح والتزود بالإمدادات، وهناك تغيير في التركيز وانتقل هذا التغيير إلى الشرق. وفي الأسابيع القادمة نتوقع المزيد من الاندفاع الروسي في شرق وجنوب أوكرانيا، وأيضا محاولة استعادة أو السيطرة على دونباس بكاملها وخلق جسر إلى القرم المحتلة. هذه مرحلة مهمة من مراحل الحرب، وأوكرانيا تواجه هذا العدوان الجديد، ووزراء خارجية الناتو سيناقشون ما يمكننا عمله. الحلفاء مصرون على تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا بما في ذلك أسلحة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي ومعدات أخرى.
قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وكبير دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل سيزوران كييف في وقت لاحق هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك قبل عقد مؤتمر الوقوف من أجل أوكرانيا في العاصمة البولندية وارسو يوم السبت المقبل. أعلن مكتب المستشار النمساوي كارل نيهامر نيته السفر إلى أوكرانيا في الأيام القليلة المقبلة، حيث يعقد اجتماعا مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي. كان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ قد حذر من أن روسيا لا تنظر فقط إلى أوكرانيا، ولكن تستهدف أيضا جنوب القوقاز وغرب البلقان وجمهورية مولدوفا على حد قوله. هذا وتعتزم فيينا تزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات الإنسانية في المستقبل القريب. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من كييف محمد الزاوي مراسل إكسترا نيوز. محمد، يعني بعد التحية، ما هي آخر المستجدات الخاصة بالتحقيق الخاص بما يوصف بأنه جريمة في بوتشا؟ كانت المدعية العامة كانت تتحدث عن أنها ما زالت تستكمل هذا الملف، ونحن رأينا اليوم في جلسات مجلس الأمن الحديث عن العقوبات الخاصة بعد هذه المذبحة على حد قول الجانب الأوكراني. نعم، هي في الحقيقة الأخبار ما زالت متتابعة منذ طبعا اكتشاف هذا الأمر، ويتم تداوله الآن على نطاق واسع. اليوم كان إعلان لرئيس بلدية بوتشا أكد فيه العثور على 7 جثث جديدة اليوم لمدنيين وعليها آثار التعذيب. السلطات الأوكرانية أعلنت أنها تتقصى آثار هذه الجريمة. وفقا للمدعية العامة الأوكرانية فإن ممثلي الإدعاء لم يتمكنوا من دخول بلدات بوتشا وإيربين وهوستوميل إلا يوم الأحد للمرة الأولى، ولذلك أعلنتهم بحاجة لمزيد من الوقت لتحديد نطاق الجرائم المرتكبة هنا. كما أشارت طبعا المسؤولة الأوكرانية إلى أن نقل الجثث تم نقل جثث 410 مدنيين لقوا حتفهم في بوتشا وضواحيها. طبعا فيما يستمر النفي الروسي حول صلته بما يجري في بوتشا، تستمر في نفس الوقت المساعي الأوكرانية لتوثيق هذه الجرائم. اليوم أكدت أيضا مفوضة البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان أنه على مدار 3 أسابيع قام الجيش الروسي بعمليات قتل واغتصاب وتعذيب بقسوة. الرئيس الأوكراني عقب محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أعلن أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم المالي والفني لفريق تحقيق مشترك يحقق الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات الروسية في ضواحي كييف على حد وصفه. طبعا ربما القضية هذه ستستمر. الرئيس الأوكراني تحدث عنها بالكثير من الغضب اليوم أمام مجلس الأمن الدولي، يتم تداوله على نطاق واسع. هناك طبعا دعوات أوكرانية للجان التحقيق الدولية من أجل القدوم إلى أوكرانيا والتحقيق في هذه المسألة. محمد، هذا كان من الممكن أن يكون سؤالي المقبل، يعني بعد هذه الصور التي تم بثها من مدينة بوتشا، والآن عرض عدد من الصور أيضا مدينة إيربين التي تقع طبعا شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف، يعني طبيعة هذه التطورات على أرض الواقع، وكيف من الممكن أن يقرأها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي؟ على ماذا يعول الآن الرئيس الأوكراني؟ نعم دانا، وفي الحقيقة الآن هناك تحرك واسع للدبلوماسية الأوكرانية مباشرة بعد هذه بعد اكتشاف هذه القضية في مدينة بوتشا والجرائم المرتكبة هناك. طبعا محاولة ربما للجانب الأوكراني لاستغلال هذه القضية في نطاق الحرب ضد روسيا، وربما يعني ربما سحب المجتمع الدولي إلى جانب بلادهم من أجل الوقوف يعني بشكل أكبر مع أوكرانيا ضد روسيا. ربما الملاحظ خلال اليومين الأخيرين بعد هذه المسألة هو حجم التنديد الواسع، التنديد الدولي وخاصة من قبل الدول الغربية. حتى الآن هناك عقوبات إضافية
بات يعلن عنها الكثير من القادة الأوروبيين على غرار فرنسا. هناك طرد لدبلوماسيين روس، والمسألة بدت يعني تكتسي طابعا دوليا. هناك منظمات دولية بدأت تعلن بأنها ستتحرك في هذا الاتجاه لتحقيق هذه القضية. أعتقد أن الجانب الأوكراني سيحاول طبعا الذهاب بعيدا في هذه القضية من أجل محاسبة يعني الجانب الروسي في هذه القضية، واستغلالها من أجل طبعا كسب نقاط خلال المفاوضات الجارية بين الجانبين. نعم محمد، نعود للوضع الميداني وبعد انسحاب الجانب الروسي من بوتشا ومن هذه المدن في شمال غرب كييف، هناك لازال الحصار في ماريوبول، هناك استعداد للهجوم على دونباس كما يقال من الجانبين، هناك الآن أيضا أنباء عن وجود انفجارات في ليفيف وما إلى ذلك، لتنقل لنا الصورة في الوضع الميداني حتى الآن في الجانب الأوكراني. نعم محمود، هي في الحقيقة الحرب التي تدخل يومها 41 تتسارع في الجهتين الشرقية والجنوبية. اليوم كانت قيادة القوات الجوية الأوكرانية أعلنت أن القوات الروسية حاولت ضرب مواقع للبنية التحتية في العديد من الأقاليم الغربية بصواريخ كروز انطلاقا من أراضي بيلاروسيا. البيان الأوكراني تحدث عن إسقاط 3 صواريخ كروز، وأنها أصابت صاروخا رابعا بأضرار ما لم يسمح له بضرب أهدافه بدقة. من جانب آخر، سلطات خاركيف أعلنت عن 6 قتلى إثر قصف القوات الروسية مثلما تذكر ل54 مضى لهذه المنطقة وبلداتها خلال الساعات الأخيرة. الداخلية الأوكرانية أيضا أكدت بأن القوات الروسية استولت على مستشفى في أحد البلدات بمنطقة زاباروجيا. القيادة العسكرية في دنيبرو أيضا أعلنت اليوم بأن الدفاعات الأوكرانية الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين روسيين في سماء منطقة دنيبرو صباح اليوم. ربما المعارك الآن تتركز بشكل رئيسي في منطقة الدنباس، هناك معارك كر وفر ومعارك شوارع بين القوات الروسية المدعومة بقوات الانفصاليين والقوات الشيشانية التي تحاصر القوات الأوكرانية في منطقة ماريوبول. اعتراف الرئيس الأوكراني بأنه هناك محمد، عفوا عن المقاطعة في هذه النقطة محمد، هل هناك تخوف من قبل الجانب الأوكراني ومن قبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من أن يكون هناك توجه استراتيجي روسي نووي للمفاعلات النووية في أوكرانيا؟ يمكن كان في بداية هذه الأزمة التي انطلقت منذ حوالي 2 شهر يعني استيلاء على المحطة النووية لتشيرنوبل وبعدها إلى محطة نووية زاباروجيا، هل هناك تخوف من أن يكون هناك توجه استراتيجي نووي من قبل طبعا الرئيس الروسي؟ هو في الحقيقة خفت حدة الاتهامات بشأن إمكانية شن ربما هجوم نووي على أوكرانيا بخلاف ربما الأسابيع الماضية. المخاوف الآن هو المتعلقة بالأسلحة الكيميائية وربما وهو ما تم مناقشته في جلسة الأمن قبل الأخيرة. نعم، هذه هي الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية هو المخاوف أكبر منها من أنه ربما تقوم روسيا بشن هجمة نووية على أوكرانيا، باعتبار أنه الأمر ستتضرر منه أيضا روسيا وبيلاروسيا وحتى الدول الأوروبية باعتبار المسافة القريبة في هذه المناطق. المخاوف تبقى قائمة رغم ذلك بشأن الأسلحة الكيميائية وكذلك الأسلحة المتطورة التي باتت تستخدمها القوات الروسية في الهجوم على أوكرانيا من القنابل العنقودية وغيرها والتي تسبب أضرارا كبيرا على مختلف المناطق. هناك اتهامات في الجانب الروسي باستخدام هذا الأمر في منطقة خاركيف بالأساس وقبلها في منطقة سومي وكذلك تشيرنيهيف. طبعا التوتر مثل ما ذكرت يبقى مستمر في المنطقتين الجنوبية بالأكثر في منطقة نيكولايف وفي المناطق الشرقية في ضواحي خاركيف وفي منطقة الدنباس التي باتت تغلي بكل نواحيها. هناك قصف بالمدفعية، قصف بالصواريخ،
وهناك معارك شرسة تدور بين القوات الأوكرانية المتمركزة هناك والقوات الروسية مدعومة بقوات الانفصاليين والقوات الشيشانية. نعم محمد، يعني كان الحديث أيضا عن عدد كبير من الزيارات أو التحضير لي أيضا لقاءات مختلفة. دعنا نبدأ بالمفوضية الأوروبية، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، أنها ستزور كييف في وقت لاحق قبل الانعقاد يوم السبت القادم في مؤتمر الوقوف من أجل أوكرانيا. ما هي الأنباء عن هذه الزيارة؟ ما هو المرجو منها؟ يعني من هم المعنيين بمقابلة رئيسة المفوضية الأوروبية؟ وما هو الملفات التي ستطرح قبل هذه أو قبل هذا المؤتمر يوم السبت المقبل؟ نعم، هو في الأساس حديث الرئيس الأوكراني مع رئيسة المفوضية الأوروبية كان بشأن الجرائم التي حدثت في منطقة بوتشا، وكما ذكرت هناك اتفاق بين الجانبين على مساهمة الاتحاد الأوروبي في لجان التحقيق التي ممكن أن تشكل النظر في هذه المسألة. طبعا الرئيس الأوكراني اعتبر بأن زيارة أي مسؤول أوروبي للعاصمة الأوكرانية كييف يعتبر شجاعة، يعتبر دعم كبير لبلاده. من المرتقب طبعا النظر في مسائل الدعم السياسي وكذلك العسكري لأوكرانيا، وأيضا الدعم الكبير على خلفية ما حدث في منطقة بوتشا، خاصة وأن كييف ربما أصبحت الآن أكثر هدوءا من الأسابيع الماضية باعتبار انسحاب كلي للقوات الروسية من منطقة كييف وحتى من المنطقة الشمالية. ما هو منتظر أن يتم خلال زيارة سواء لرئيسة المفوضية الأوروبية أو مختلف الدبلوماسيين والمسؤولين الأوروبيين هو الدعم السياسي والدعم عسكري لأوكرانيا، بالإضافة إلى الدعم في لجان التحقيق المتعلقة بالجرائم المرتكبة في بوتشا. طيب محمد، بالحديث مرة أخرى عن الصور التي بثت من مدينة بوتشا، وهي يمكن تعيد الحرب مرة أخرى ما بين طبعا الغرب وما بين روسيا للانطلاق مرة أخرى، هل هناك حديث في الداخل الأوكراني إذا كانت كييف وأوكرانيا قادرة على حسم هذا الجدل؟ لأن بالتأكيد يمكن العاصمة الأوكرانية كييف هي من سيتحمل تبعات كل هذا الجدل. طبعا هو الجدل متواصل بخصوص هذه المسألة. تحمل الجانب الأوكراني يقول بأنه كل ما يحدث الآن تتحمل أوزاره القوات الروسية التي استهدفت المدنيين. طبعا التحقيقات هي بدأت الآن، لكن الآن في حاجة إلى تحقيقات حيادية لإثباتها للمجتمع الدولي. طبعا الرئيس الأوكراني حتى اليوم في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي ذكر الجرائم التي ارتكبت في أوقات وفي سنوات ماضية، سواء في سوريا، في العراق، في اليمن وغيرها، وربما كأنه إشارة إلى ضرورة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي على غرار ما حدث في تلك السنوات، ويجب أن لا تمر هذه العقوبات أو هذه الجرائم بهذا الشكل وضرورة محاسبة المرتكبيها حتى لا ترتكب مرة ثانية سواء في أوكرانيا أو في باقي المناطق الأخرى. لا. طبعا إلى أي مدى يمكن أن تذهب أوكرانيا وإلى أي مدى يمكن أن تصل هذه التحقيقات؟ طبعا الباب يبقى مفتوحا، خاصة وأن روسيا دولة كبرى ولها قوتها في مجلس الأمن وفي المنظمات الأخرى، ويمكن أن طبعا تلعب دورها بوقف أي تحقيق ممكن حيادي أن يكون في هذا الجانب. نعم أيضا محمد، يعني بالحديث عن الجلسة المرهونة بلقاء الرئيس بوتين والرئيس زلنسكي، كان البداية الحديث من الرئيس زلنسكي عن إمكانية مقابلة الرئيس بوتين. الآن بعد ما صرح الكرملين بأنه لقاء الرئيس بوتين بالرئيس زلنسكي مرهون باتفاق ما، لكن لوح الرئيس زلنسكي أنه من الصعب الآن الجلوس مع الرئيس بوتين. ما هي آخر المستجدات عن هذا اللقاء، خصوصا مع دخول العديد من الجهات المختلفة وآخرها طبعا اللجنة الوزارية العربية بمقابلة وزير الخارجية الأوكراني اليوم في بولندا لمحاولة تهدئة الأوضاع؟ نعم، طبعا التدخل العربي هو يأتي ضمن الجهود الدولية ربما الرامية إلى إيجاد حل سلمي بين
للخروج بحل من هذه الأزمة. طبعا اللقاءات التي كانت سابقا مع وزير الخارجية الروسي ومؤخرا مع وزير الخارجية الأوكراني لحد الآن ربما من الصعب ربما ظهور نتائج واضحة بعد هذه الاجتماعات، لكنها أيضا تدخل ربما كمساهمة دولية من أجل إيجاد حل دبلوماسي. إلى أي مدى ستنجح المفاوضات بين الجانبين والجهود الدولية؟ طبعا هذا يبقى متوقفا على تطورات الأحداث اليوم. ما نراه اليوم في منطقة الشرق وفي منطقة الجنوب كأنه معركة كسر عظام على الأرض من أجل ربما كسب نقاط خلال المفاوضات المستمرة بين الجانبين، رغم النتائج الإيجابية وربما النقاط الإيجابية التي سجلت خلال آخر مفاوضات، وكانت هناك إشارات من الجانب الأوكراني والجانب الروسي، لكن ما حدث في بوتشا ربما سيعيد ربما الحوار إلى نقطة الصفر، ويعني من الصعوبة بما كان الآن التكهن باللقاء في الوقت الراهن بين الرئيس الأوكراني والرئيس الروسي. نعم. المفاوضات توقفت عند مسألة الحيادية بالنسبة لأوكرانيا، وكذلك تجنب الجانبان الحديث حول مستقبل منطقة الدنباس ومستقبل شبه جزيرة القرم إلا من خلال لقاء الرئيسين الأوكراني والروسي. الجانب الروسي يبدو أنه ليس مستعدا الآن للقاء بين الرئيسين، لكن يبدو أن المفاوضات ستستمر، والجانب الأوكراني لا يرى أي حل من غير الاستمرار في هذه المفاوضات حتى ولو كانت بنتائج ربما ليست بتلك التي يتوقعها. يمكن محمد، وهو ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما صرح وقال أنه غير جاهز لهذا اللقاء مع الرئيس الأوكراني لحين تقبل أوكرانيا والرئيس الأوكراني بكل المطالب، حتى لو يراها غير واقعية أن يعني توافق أوكرانيا على كل هذه المطالب من قبل طبعا الجانب الروسي. محمد، دعني أسألك سؤال أخير. يمكن هناك العديد من المخاوف والقلق من أن تستمر دائرة هذا الصراع الكبير ما بين روسيا وأوكرانيا إلى خارج الحدود، وهناك حديث عن دخول حتى بيلاروسيا. إلى أي مدى أصبحت كل هذه المخاوف هي واقعية وعالية الاحتمال؟ نعم، بالنسبة لدخول البيلاروسي ربما بشكل مباشر على خط الحرب الحالية، بات الآن أو خفت حدته على خلاف ربما الأسابيع الماضية. لماذا؟ لأنه في الأسبوع الثاني أو الثالث كان من المتوقع حدوث استفزازات على الحدود البيلاروسية، وكان يتوقع بالدفع بالجانب البيلاروسي لدخول هذه الحرب، لكن يبدو أن هذا الأمر بات مستبعدا خاصة مع انسحاب القوات الروسية من منطقة شمال أوكرانيا. ويبدو أن هناك مخاوف حقيقية لبيلاروسيا من الدخول في هذه الأزمة، رغم أنها بشكل غير مباشر تشارك في هذه الحرب من خلال يعني السماح للقوات الروسية وكذلك يعني باستغلال أراضيها من أجل الانطلاق لمهاجمة الأراضي الأوكرانية، وما شاهدناه ربما في الأسبوع الأول من خلال دخول مناطق الشمال وغيرها. الآن هذا الأمر ربما بات مستبعد، لكن المخاوف ما زالت قائمة. الجانب الأوكراني يقول أنه لا يستبعد أي سيناريو في هذه الحرب. نعم، الأستاذ محمد أزاوي مراسل إكسترا نيوز من كييف، شكرا جزيلا لك. أيضا أكد رئيس روسيا فلاديمير بوتين أن موسكو تعيد النظر في صادراتها الزراعية للدول غير الصديقة. هذا وأضاف بوتين خلال اجتماع بشأن زراعة وصناعة الأغذية، أكد أن الغرب يحاول تحويل كل أخطائه في السياسة الاقتصادية إلى روسيا، ومشيرا لأن الوضع في سوق الغذاء العالمي قد تدهور خلال العامين الماضيين. كما ندد رئيس روسيا بالضغط الأوروبي على شركة غازبروم. أعلن الكرملين أن موسكو لا ترفض إمكانية عقد لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، موضحا أن اللقاء بينهما مرهون بعقد اتفاق. وردا على اتهامات الغرب لروسيا بارتكاب جرائم حرب في بوتشا، قال الكرملين إن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة إن القوات الأوكرانية قامت باستفزازات في مدينة بوتشا بضواحي العاصمة الأوكرانية كييف. وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الأمن حول التطورات في أوكرانيا، قد طالب بمعرفة سبب رفض طلب موسكو عقد اجتماع حول الأزمة الأوكرانية. عندما كانت هذه المنطقة تحت سيطرة القوات الروسية لم يعاني أي مدني من أي أعمال عنف، كان الناس قادرين على التحرك بحرية في البلدة واستخدام هواتفهم. بالإضافة إلى ذلك فإن كييف وأوبلاتس أتاحت فيها القوات الروسية 450 طن من المساعدات، هذا مؤكد. أما هذه القرى فلم تمنع القوات الروسية أحدا من المغادرة، كان بإمكانهم أن يغادروا نحو الشمال بكل حرية. في الوقت عينه المناطق الجنوبية من بوتشا بما في ذلك مناطق سكنية كانت تتعرض لقصف على مدار الساعة من قبل القوات الأوكرانية بالأسلحة الثقيلة والدبابات وقذائف الهاون. ثم بعد انسحاب القوات الروسية قام عمدة مدينة بوتشا في 31 من مارس بالإدلاء بتصريح، ووصف ذلك بكونه تحرير بطولي للمدينة على يد القوات الأوكرانية المسلحة. طالبت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد باستبعاد روسيا من مجلس حقوق الإنسان الأممي. وقالت المندوبة الأمريكية خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن إن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا. 6 ملايين من المشردين داخلياً و4 ملايين كان عليهم أن يتركوا أوكرانيا. 4 ملايين شخص كان عليهم أن يتكلوا على سخاء وكرم بلدان مثل مولدوفا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر ودول أخرى في المنطقة وفي العالم كي تفتح هذه الدول أبوابها أمام أولئك الذين يفرون من أوكرانيا بحثاً عن السلامة والأمن. يتحمل جيران أوكرانيا كلفة أزمة اللاجئين الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأود لهذه الدول أن تعرف أن لها شريك ملتزم وهو الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا السبب كذلك أعلنت بلادي مؤخرا أننا نتحضر لإتاحة أكثر من 1 مليار دولار أمريكي، وذلك على شكل تمويل جديد باتجاه المساعدة الإنسانية للمتضررين من الحرب الروسية في أوكرانيا كما وتداعياتها الجسيمة عبر العالم. لهذا السبب كذلك نرحب بأكثر 100 ألف أوكراني وغيرهم من الذين يهربون من عدوان روسيا ويتجهون هنا إلى الولايات المتحدة. سوف نواصل تقديم المساعدة الإنسانية وذلك من أجل مد يد العون لمن هم في أوكرانيا وكل من يهرب من عنف بوتين. كما ندد الكرملين بما وصفه بضيق البصيرة الأوروبية إثر طرد دول أوروبية لدبلوماسيين روس على خلفية هذه العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية. وأبدى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أسفه لتلك الإجراءات، ومعتبرا أنها ستقلل من فرص التواصل على الصعيد الدبلوماسي في ظل هذه الأزمة. وقررت دول أوروبية عدة من بينها فرنسا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وليتوانيا طرد عشرات الدبلوماسيين الروس ردا على تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا. في المقابل قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف إن روسيا سيكون لها رد بنفس القوة على طرد دبلوماسييها من عدد من الدول الغربية. كما كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة الخامسة من العقوبات على روسيا، وعن تفاصيل العقوبات قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قالت إن الاتحاد الأوروبي سيحظر دخول السفن الروسية إلى موانئ الاتحاد الأوروبي، كذلك سيحظر تصدير أشباه المصلات والآلات ومعدات النقل إلى روسيا بمبلغ 10 مليارات يورو. وفيما يتعلق بالطاقة أشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيحظر أيضا استيراد الفحم من روسيا بمبلغ 4 مليارات يورو سنويا، كما سيتم حظر المعاملات مع 4 بنوك روسية.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة أن توقف المفاوضات مع أوكرانيا أي توسع لحلف الناتو شرقا، وأضاف لافروف أن الغرب يحاول عرقلة المحادثات الروسية الأوكرانية عبر خلق هستيريا بشأن مدينة بوتشا، كما أكد ضرورة إرسال إشارة إلى كييف بأنه لن يكون مقبولا استخدام الابتزاز في المفاوضات مع روسيا. والمزيد عن العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا يستعرضه لنا الزميل همام مجاهد في هذا العرض. أهلا وسهلا بحضراتكم. يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على موسكو بعد ظهور تقارير عن حدوث فظائع في بوتشا في عقاب انسحاب روسيا العسكري من ضواحي كييف، وهو ما نفته موسكو بشدة. بعد تجنب الاتحاد الأوروبي فرض حظر على واردات النفط والغاز الروسية، تدعو عدة دول داخل التكتل إلى استهداف هذا القطاع الأساسي في روسيا. وصرح مسؤول الشؤون الخارجية جوزيب بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيناقش بشكل عاجل فرض عقوبات جديدة على روسيا، فيما أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن المزيد من العقوبات في الطريق، وذلك في تعليقه على الصور التي ظهرت في بلدة بوتشا في ضواحي كييف بعد الانسحاب الروسي. من جهته قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو أن هناك حاجة إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا بما في ذلك على قطاعي النفط والفحم. أضاف أيضا أن هناك أدلة واضحة جدا تشير إلى مسؤولية القوات الروسية عن جرائم حرب في أوكرانيا. الموقف الأوروبي جاء بعد أن اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي اتهم روسيا بارتكاب جرائم حرب، وناشد المواطنين الروس المساعدة في وقف الحرب. وفي المقابل وصفت وزارة الخارجية الروسية الحديث عن ارتكاب القوات الروسية فظائع في صفوف المدنيين في بوتشا بأنها حملة إعلامية مخططة ومزيفة. تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالية حظر 7 بنوك روسية، وأيضا حظر الصادرات الروسية وشبكة سويفت العالمية، وحظر صادرات التقنيات الرئيسية إلى روسيا بما في ذلك الموجهة لقطاعات الدفاع والطاقة والاتصالات والطيران، وفرض حظر على شركات الطيران الروسية يمنعها من دخول المجال الجوي الأوروبي، وأيضا تجميد الأصول المالية لمئات المسؤولين والأثرياء الروس بما في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. والإجراءات المستقبلية التي اقترحتها بعض الدول الأعضاء تشمل المزيد من العقوبات الفردية وفرض حظر على السفن الروسية التي تستخدم موانئ الاتحاد الأوروبي، والمزيد من قيود التصدير والحظر على إمدادات الطاقة مثل الفحم أو النفط أو الغاز التي طالبت بها أوكرانيا منذ فترة طويلة لكن قاومتها بعض الاقتصادات الأوروبية الكبرى على غرار ألمانيا. مشاهدينا، كان هذا عرضا لتطورات العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. لمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو حسين مشيك مراسل أكسترا نيوز. حسين، أرحب بك معنا في هذا البرنامج. بداية وبعد التحية، بعد عدد من الصور التي تم بثها مدينة بوتشا ومدينة إربن تقع شمال غرب العاصمة الأوكرانية، هناك خرجت يمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال بأن الغرب والولايات المتحدة تحاول توريط الجانب الروسي بعد عرض هذه الصور. برأيك ما هي آخر التطورات الميدانية والمتصلة بخطط روسية جديدة؟ تفضل. مساء النور. حيني دانا أن أشير إلى هذا الخبر العاجل، قال فاسيلي نيبينزيا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة إن الدول الغربية لم تتفاعل بأي شكل من الأشكال مع الأدلة الروسية التي تثبت أن الوضع في بوتشا كان هو مزيف. واليوم في تفصيل واضح شرح المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة عن الاتهامات التي تخرج من الطرف الأوكراني بالرعاية الغربية لتشويه الصورة الروسية أمام الرأي العام الدولي. المندوب الروسي نفى بشكل قاطع أي علاقة للقوات الروسية بأعمال عنف قبل بالمدنيين الذين كانوا يتواجدون بمدينة بوتشا. أكد نيبينزيا بأن عندما كانت القوات الروسية موجودة داخل هذه المدينة لم يتعرض أحد من المدنيين إلى أي أذى، بل وعلى العكس والمدنيين كانوا يتعاونون ويتعاطفون بشكل كبير مع القوات الروسية. صحيح. وأيضا أشار نيبينزيا إلى أن روسيا
تعتبر هذه المعلومات هي استفزاز لها، وهدفها معلوم ومعروف، هدفها تشويه الصورة الروسية، والجانب الروسي يعتبر بأن هذه التهمة أو هذه المسرحية حسب ما تصفها موسكو هي ليست الأخيرة، بل سنشاهد مثل هذه المسرحيات في الأسابيع المقبلة والأشهر المقبلة، لطالما القوات الروسية تحقق أهدافها وفق الجدول الموضوع لها. الجانب الأوكراني والجانب الغربي سيحاولون تشويه الصورة الروسية أمام الرأي العام الدولي. عودة إلى العقوبات وإلى الداخل الروسي، اليوم أدان الرئيس بوتين الضغوطات الأوروبية على شركة غازبروم، وتعهد بوتين باتخاذ إجراءات انتقامية في حال تم تأميم الشركات الروسية في الغرب، مؤكدا بأن التأميم سلاح ذو حدين، ما يعني حسب الخبراء كلام بوتين هو بأنه في حال أممت الشركات الدول الغربية الشركات الروسية، فبطبيعة الحال روسيا سوف تؤمن كافة الشركات الغربية الموجودة على الأراضي الروسية. نعم. وقال بوتين إن الغرب يحاول تحميل روسيا مسؤولية أخطائه في السياسة الاقتصادية، معتبرا أن أوضاع سوق الغذاء العالمي تدهور نتيجة أخطاء الغرب. إلى ذلك أكد بوتين بأن روسيا تمتلك قدرات كافية لاستبدال الواردات في قطاع الغذاء بمواد محلية، أي مصنوعات داخلية هنا. الجانب الروسي يعول كثيرا على تجاوز الاقتصاد الروسي لهذه العقوبات في المدى القصير. هنا جميع المسؤولين الروس أكدوا بأن لدى الاقتصاد الروسي مزيد من الموارد الطبيعية والموارد المعدنية التي تؤهله للاعتماد على الذات والتغلب على العقوبات الغربية. نعم العقوبات أثرت على الشعب الروسي، نعم يوجد ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، لكن جميع المواد لغاية اليوم مؤمنة بشكل تام في كافة المراكز التجارية الروسية. نعم الشعب الروسي تأثر من هذه العقوبات، لكن هذا التأثر لغاية اليوم هو تأثر شبه ملحوظ، لأن هناك فارق بين الشعب الروسي والشعب الأوروبي. المراقبين يؤكدون بأن الشعب الروسي هو تعود على العقوبات، وروسيا تعد من أكثر الدول التي يفرض عليها عقوبات، وفي العام 2014 فرض الغرب عقوبات على روسيا على أثر ضمها شبه جزيرة القرم، لكنها تجاوزت وتغلبت على هذه العقوبات. وخير دليل على هذا الكلام اليوم رأس الدبلوماسية الأوروبية جوزيف بوريل أكد بأن الروبل قاوم العقوبات الغربية، وتحديدا بعد قرار رئيس بوتين بتحويل مدفوعات الغاز الروسي إلى العملة الروسية الروبل. نعم، هنا نتحدث عن الرد الروسي على هذه العقوبات حسين، ويعني كان هناك أيضا حديث اليوم عن أن الجانب الروسي قرر أيضا وقف أو عمل قيود على بعض الصادرات الزراعية الروسية للدول غير الصديقة كما سماها الجانب الروسي، وكان هناك أيضا عن فكرة منع دخول أو إجراءات دخول بعض الدول الأوروبية الغير صديقة أيضا كما وصفها الجانب الروسي. كيف ترى أو هل هناك مزيد من الإجراءات المتخذة من الجانب الروسي ردا على هذه العقوبات؟ نعم محمود، بالتأكيد الجانب الروسي يعد لائحة من العقوبات ردا على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. اليوم ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين قال بأن نظام تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل هناك إمكانية لتوسيع هذا النظام لكي يشمل كافة الصادرات الروسية، وبهذه الخطوة تشكل روسيا أو تؤثر بشكل كبير على الدول الأوروبية تحديدا، لأن المزيد من الاقتصاد الروسي الاقتصاد الأوروبي يعتمد بشكل كبير على الواردات على الصادرات الروسية وعلى الطاقة الروسية والغاز الروسي. في حال ألزمت روسيا كافة الشركات الغربية بدفع الروبل مقابل جميع الصادرات الروسية، هنا تكمن المشكلة لدى الاتحاد الأوروبي ولدى ألمانيا تحديدا، لاعتماد ألمانيا على بنسبة 40% من الطاقة الروسية. الجانب الروسي يعد لائحة كبيرة ردا على هذه العقوبات،
ردا على العقوبات الدبلوماسيه ان صح التعبير على طرد دبلوماسيين روس من الدول الغربيه، روسيا ترد بالمثل، هي ايضا تطرد دبلوماسيين غربيين موجودين في موسكو. طب حسين عفوا عن المقاطعه في هذه النقطه، ونحن نتحدث عن حزمه العقوبات الخامسه التي لوح بها طبعا الاتحاد الاوروبي بفرض مزيد من العقوبات طبعا على روسيا والجانب الروسي. هناك طرد كما ذكرت لعدد من الدبلوماسيين الروس في عدد من الدول الاوروبيه، والتي قالت بان يعني انشطتهم تعارض هذه المصالح الامنيه للدول الاوروبيه. هل كانت موسكو تتوقع فرض هذا النوع من العقاب طبعا من قبل الاتحاد الاوروبي، وهل هذا هو الذي كان يلوح به العقاب الذي كان يلوح به الاتحاد الاوروبي؟ بطبيعه الحال موسكو كانت تعلم بهذه العقوبات، لان الرئيس بوتين خلال جلسته مع اعضاء مجلس الامن الفدرالي الروسي وفي دراسه حول اعتراف روسيا باسمي دونيتسكو لبانك، الرئيس بوتين قال بان الغرب سيفرض عقوبات على موسكو في حال تم الاعتراف باسمي دونيتسكو لبانك او في حال لم يتم الاعتراف. الجانب الغربي سيبحث عن ذريعه لفرض العقوبات على روسيا. الجميع الان يعلم بان العقوبات لم تتوقف مع توقف العمليه العسكريه، هي باتت ابعد من ذلك، هناك حربا اقتصاديه على روسيا وحربا دبلوماسيه ايضا، وايضا حربا اعلاميه لتشويه الصوره الروسيه امام الراي العام الدولي وامام المنظمات الدوليه. روسيا ترد على طرد الدبلوماسيين من الخارج، هناك امكانيه لاقفال جميع السفارات الاجنبيه في موسكو. ديمتري ميدفيديف في كلمته يوم امس مع احد وسائل الاعلام الروسيه اكد بان هناك امكانيه لاقفال هذه السفارات وتدهور في العلاقات الدبلوماسيه مع الدول الغربيه، وايضا عبر ميدفيديف عن امكانيه النظر لهذه الدول في مناظير الاسلحه. هذا ما فعل هنا وفعل لدى الشعب الروسي، لدى الشارع الروسي، معظم الشارع الروسي ومعظم المواطنين هنا في روسيا يريدون من القياده الروسيه الاستمرار في العمليات العسكريه وتوقيف المفاوضات مع الجانب الاوكراني. هم لا يعولون كثيرا على هذه المفاوضات، لان لغايه اليوم الجانب الاوكراني لم يقدم اي تنازل جدي عن هذه المفاوضات. ميدفيديف المندوب الروسي لدى لان يمكن الجانب الاوكراني حسين يرى ان كل هذه المطالب التي يقوم بفرضها الرئيس الروسي غير واقعيه، سواء بنزع نزعات النازية هناك أو حتى الاعتراف بشبه جزيرة القرم وما إلى ذلك، يرى أنها مطالب غير واقعية من قبل موسكو. دانا كيف هذه المطالب هي غير واقعية؟ وسائل الإعلام الروسية هنا على مدار الساعة تنشر فيديوهات وصور لأسرى من القوات الروسية لدى كيف يتم تعذيبهم من قبل القوات الأوكرانية، وكيف يتم تشويه الأسرى وقتلهم. هناك نادية في أوكرانيا موسكو تعتبر وجود الناديين في أوكرانيا خطر على روسيا، أيضا تعتبر في حال وصل الحلف الناتو إلى الأراضي الأوكرانية وأصبح الناتو بالقرب من الحدود الروسية، هذا سيهدد الأمن القومي بالنسبة لروسيا. نعم نعم بالتأكيد هو سيهدد الأمن القومي بالنسبة لروسيا، مشكلة كبيرة بالنسبة لروسيا. روسيا دولة عظمى لا تستطيع أن يكون حلف الناتو على حدودها وهي تصمت وتنظر إليه فقط بالكلام وبالحوار. روسيا طالبت قبل بدء العملية العسكرية وفي الأشهر الأخيرة طالبت الغرب وواشنطن بتقديم ضمانات أمنية لموسكو، لكن لا أحد كان يستجيب لهذه الضمانات. في حال العمليات العسكرية لم تبدأ، هناك معلومات وكشفتها وزارة الدفاع الروسية بأن سلطات كييف كانت تخطط لشن هجوم على منطقة دونباس في 28 من فبراير الفائت، أي بعد 4 أيام من على بدء العملية العسكرية الروسية. الجانب الروسي يؤكد بأن العملية الروسية هي كانت عملية استباقية لتحقيق أهداف محددة. طيب حسين، ماذا عن هذه العملية المرتقبة الخاصة بدونباس، ويقال أنه الآن يتم حجز أكثر من 60 أو 70 ألف جندي روسي لحدود دونباس وما إلى ذلك في قرب هذه العملية المرتقبة، حتى في غضون أيضا التلويح بمزيد من العقوبات، لكن تستمر العملية العسكرية أو الخطة العسكرية الروسية في الاستعداد لعملية دونباس القادمة؟ نعم، العملية العسكرية الروسية مستمرة لتحقيق كافة الأهداف المحددة من قبل الرئيس بوتين.
وزارة الدفاع يوم أمس أعطت أو عرضت على المقاتلين الأوكرانيين الموجودين داخل مصنع أزوف في المنطقة الصناعية بماريوبل تسليم أسلحتهم والخروج مع ضمان الوزارة لحياتهم، لكنهم بطبيعة الحال لم يلتزموا بهذا العرض ولم يستسلموا. الدفاع الروسية أكد في استمرار العمليات العسكرية في بيانها اليوم، أعلنت عن تدمير عدد كبير من المنشآت العسكرية الأوكرانية إضافة إلى استهداف مركز القوات الخاصة الأوكرانية. هذا المركز الذي كان يستخدم لإيواء المرتزقة الأجانب حسب الوصف الروسي لهم، كما أسقطت القوات الجوية الروسية 4 طائرات بدون طيار واستهداف 8 مراكز اتصال ومستودعات وقود و85 منطقة تتواجد فيها معدات عسكرية أوكرانية. الأسبوع القادم هو أسبوع شرس حسب ما يصفه الخبراء بين القوات الروسية والأوكرانية من جهة، وتحديدا في منطقة الدنباس. القيادة الروسية اتخذت القرار بتحرير هذه المنطقة في أقرب وقت، ولطالما كانت منطقة الدنباس هي من أحد أهم الأهداف في العملية العسكرية الروسية. نعم هناك الخفض العسكري الروسي على كييف هي ليس سوى مرونة قدمتها موسكو من أجل المفاوضات مع الجانب الأوكراني، لكنه لطالما الجانب الأوكراني لم يبدي أي مرونة تجاه هذه المفاوضات ولم يقدم أي تنازل، من هناك إمكانية لعودة هذه عودة القوات الروسية إلى كييف وإلى تشيرنهيف. وأيضا القوات الروسية ستحاول دخول مدينتي أديسا وخاركيف والسيطرة على لكنه ليس كما يذكر الجانب الأوكراني أن الانسحاب كان بسبب المقاومة الأوكرانية وما إلى ذلك. هل هذه كانت أيضا تصريحات الجانب الروسي؟ الموسكو تؤكد بأنه بماذا كان يقاوم الجانب الأوكراني القوات الروسية. العملية الأولى، المرحلة الأولى من العملية العسكرية تم تنفيذها، أي تحييد القوات الجوية الأوكرانية والقوات البحرية عن الخدمة. القوات الروسية شلت حركة القوات الجوية ونظام وأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية بشكل كامل. أيضا المنشآت العسكرية الأوكرانية بنسبة كبيرة تم المعدات العسكرية، الأسلحة. الجانب الروسي يحاول تدمير المنشآت العسكرية الأوكرانية فقط وليس المنشآت المدنية، هو يحاول على تأمين سلامة المدنيين بالقدر المستطاع. نعم هناك ضحايا بين المدنيين، لا أحد يمكنه أن ينكر هذا الشيء، لكن بطبيعة الحال وهذه المعركة وفي كافة المعارك يكون ضحايا المدنيين، لكن روسيا تؤكد بأنها لو أرادت استخدام سياسة الأرض المحروقة كما تستخدم واشنطن هذه السياسة القوات الأمريكية في كافة حروبها ودليلا على في العراق وسوريا، لكانت القوات الروسية سيطرت على المناطق الأوكرانية في الأسبوع الأول للعملية العسكرية. لكن لدى القوات الروسية عقيدة واضحة وأهداف محددة عليها تنفيذ هذه الأهداف وتحقيقها وفق الجدول الزمني الموضوع لها، وأيضا عليها تأمين سلامة المدنيين. المحور الأهم لدى القيادة الروسية هو تأمين سلامة المدنيين وحماية المدنيين، لأنه لا يوجد أي مشكلة بين روسيا والشعب الأوكراني، إنما المشكلة هي مع النازيين الجدد الموجودين بالداخل الأوكراني ومع الأسلحة الأمريكية والغربية التي تم توريدها إلى الجانب الأوكراني في الأهداف التي أعلن عنها الرئيس بوتين للعملية العسكرية. هو لم يذكر أي هدف أو أي هدف مع السكان الأوكرانيين. هو الرئيس بوتين لم يقول بأن القوات الروسية ستدخل إلى هذه المدينة أو ستسيطر على أوكرانيا. لذلك يمكن حسين هو حذر من إرسال المزيد من الأسلحة والمساعدات الإنسانية وحتى العسكرية والأسلحة عن طريق بولندا، وقال أن هذا سيزيد من توتر هذه الأزمة الروسية الأوكرانية. حسين دعني أسألك بالعودة لجلسة مجلس الأمن وكلمة المندوب الروسي، حيث قال طبعا وزارة الخارجية الروسية بأن هذه الصور التي تم بثها من مدينة بوتشا هي تأتي تعزيز لأوامر أمريكية بالتلويح وإسقاط طبعا روسيا من قبل طبعا الغرب والولايات المتحدة. كيف ممكن حسين أن تثبت طبعا روسيا والجانب الروسي عدم مسؤوليتها عن هذا الهجوم، خاصة أن بعد تصريح عدد من الدول الأوروبية وفي مقدمتها طبعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال أن كل هذه الأمور يعني ترتقي إلى جرائم حرب، كيف ممكن لروسيا أن تثبت عكس ذلك؟ لا يمكن لروسيا إثبات عكس
ذلك بأن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لا يريدون أن يسمعوا الحقيقة من الجانب الروسي. هم يعلمون جيدا بأن لا علاقة للقوات الروسية بهذه الجريمة، والقوات الروسية خرجت في 30 من مارس، وعقب 4 أيام من خروج القوات الروسية تم تصوير الجثث ونشرهم على الوسائل الإعلام الأجنبية. وتؤكد بأن لديهم مستندات، وهذه المستندات. لكن بريطانيا رفضت عرض كل هذه الأمور في جلسة مجلس الأمن. نعم بالتأكيد بريطانيا لن تسمح بعرض هذه المستندات في مجلس الأمن، لأن بريطانيا وواشنطن هم طلبوا من السلطات الأوكرانية بقتل هؤلاء المدنيين وعرض هذه الصور على وسائل الإعلام الأجنبية. لو لاحظت على بعض الجثث القتلى كانت يوجد العلامة البيضاء، هذه العلامة تعني بأن هؤلاء المدنيين كانوا يتعاملون مع القوات الروسية وكانوا يتعاطفون مع القوات الروسية. هناك قرار في أوكرانيا بقتل كل من يتعامل مع روسيا وكل من يتعاطف مع القوات الروسية. روسيا تعلم هذا جيدا، وفي العام 2014 تم قتل أكثر من 50 شخصا في مدينة أديسا وحرق جثثهم لأنهم كانوا. طب حسين، يعني بالحديث عن هذه الجلسة المجلس الأمن التي طالبت بها روسيا مرارا وتكرارا، على ماذا تعول روسيا؟ يمكن تم عقد العديد من الجلسات من قبل مجلس الأمن ولم نصل إلى نتائج ملموسة، وكان آخر هذه الجلسات هي الحديث عن الأسلحة البيولوجية. على ماذا تعول روسيا من الوصول بجلسة لمجلس الأمن بعد طلب أو بعد رفض بريطانيا عرض كل هذه الملفات وهذه المستندات التي تتحدث عنها حسين؟ أولا روسيا تعول على استمرار العمليات العسكرية وتحقيق العمليات العسكرية للأهداف المحددة. الجانب الروسي لمن يعلم حقيقة الرئيس بوتين والشعب الروسي بشكل عام يعلم بأنه كلما زادت العقود وزادت المواجهة قبل الغرب كلما زادت حفيظة في تحقيق أهدافه وفي تحقيق أهدافه التي أعلن عنها. هذا رقم الأول. أما في ثانيا، روسيا كانت تعول على الدول الغربية في إرسال لجنة لفحص الجثث ولكشف الحقيقة، لكن يجب أن تكون هذه اللجنة محايدة بشكل تام مع العلم الروسي مسبقا بأنه من لا يسمح ولا يوجد لجنة حيادية، فكيف ستكون هذه اللجنة حيادية؟ وطالما أن الدول الغربية، معظم الدول الغربية والأوروبية هي من شاركت في نشر هذه الصور على وسائل الإعلام الأجنبية لتشويه الصورة الروسية. موسكو تؤكد بأن هذه الجريمة وهذه التمثيلية حسب ما تصفها موسكو هي ليست الأخيرة، بل سنشاهد مثل هذه التمثيليات في الأشهر المقبلة، حيث اليوم وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن رصدها عمليات تصوير جديدة في قرية ميشون في ضواحي كييف، حيث تقوم القوات الأوكرانية بتصوير مسرحية مع مدنيين يزعموا أن القوات الروسية قتلتهم. هذا ما أعلنته وزارة الدفاع. لكن بالتأكيد سيكون هناك عدد كبير من يعني المواطنين والشهود العيان في هذه المدن وفي هذه الضواحي لإثبات كل هذه الأمور. أشكرك شكرا جزيلا حسين مشيك مراسل أكسترا نيوز، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال برنامج حديث الأخبار معكم بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ولازال الحديث يتواصل حول طورات الأزمة الروسية الأوكرانية مع دخول هذه العملية الروسية يومها 41. تطورات بالتأكيد ميدانية، لكن كل يوم هناك تطورات سياسية بتعكس حجم التعقيد الذي تمثله الأزمة الأوكرانية الروسية. العديد من المحاور التي سنناقشها الآن مع ضيفنا دكتور أشرف سينجر خبير السياسات الدولية لقناة أكسترا نيوز. أهلا بك دكتور معنا في هذا البرنامج. وبداية بعد التحية دكتور أشرف، يمكن خليني أبدأ مع حضرتك بهذه الزيارة من قبل لجنة الاتصال العربية. كيف تقرأ نتائج هذه الزيارة بلقاء وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، واليوم في وارسو بالتحديد في العاصمة البولندية مع وزير الخارجية الأوكراني؟ كيف تقرأ الدور الذي لعبته هذه اللجنة وطبيعة عمل هذه اللجنة؟ طبعا اللجنة التي شكلت من قبل الجامعة العربية طبعا كانت تحاول أن تجد طريقا للدبلوماسية لوقف هذه الحرب،
بزيارة موسكو، ثم انتهت اليوم بزيارة وارسو ولقاء وزير الخارجية الأوكراني. دور الجامعة العربية دور بيحاول أن يوضح للجانب الروسي والجانب الأوكراني، حيث أن الدولتين الروسية والأوكرانية يعني يرتبطين بعلاقات جيدة جدا مع العالم العربي، وبالتالي موقف الجامعة العربية هو موقف متوازن، بل ويسعى لأن يطلب دور الوساطة لإيقاف هذه الحرب المشتعلة التي أدت إلى خسائر كبيرة. وكما أعلن الرئيس بوتين بأنها ستسعى هذه الحرب إلى إفقار دول كثيرة، بعضها سيكون في أفريقيا وبعضها سيكون في آسيا، وبالتالي يعني هناك يعني التماس أو نظرة لدبلوماسية راقية من الجامعة العربية في أن تكون وسيطا نزيها بين الروس والأوكرانيين. نعم دكتور أشرف، يعني بالحديث عن هذه الوساطات والمحاولات منذ يعني الأسابيع الأولى منذ بدء هذه الأزمة العسكرية الروسية الأوكرانية، كانت تقف عند حد فقط الممرات الإنسانية وما إلى ذلك. الحديث كان في البداية عن الرئيس زيلنسكي، كان يقول كثيرا أنه يريد أن يقابل الرئيس الروسي. شاهدنا في الأيام الماضية في اليومين الماضيين أن الرئيس الروسي قال، أو أن ناحية الكرملين كانت تصرح بأنه لن يكون هناك جلسة مشتركة بين الرئيسين سوى باتفاق. كيف تجد هذا التصريح من قبل روسيا، خصوصا أنها واضحة في طلباتها، أو هذا أو ما تقصده بالاتفاق واضح في طلباتها منذ بداية هذه الأزمة العسكرية؟ هو الموقف حقيقة معقد من التصريحات التي تخرج من موسكو ومن كييف. هناك رغبة للمقابلة، ولكن حينما يتم تحديد الخطوات نجد تصعيدا خطابيا لا يمهد إلى نجاح هذه المقابلة بالقطع. يعني اليوم في جلسة مجلس الأمن الرئيس الأوكراني أعلن بأنه يطلب من المجتمع الدولي ومن مجلس الأمن بطرد روسيا من مجلس الأمن، فده أن الكلام ده حصل النهاردة. فيظل التصريحات العدائية من الجانبين واضحة، رغم أن هناك تصريحات إلى قبول الجلوس والمفاوضة. أنا في ظني أن المفاوضات متعثرة، لأن الطلبات الروسية هي تعد من وجهة نظر الأوكرانيين انتهاكا مستقبليا للسيادة الأوكرانية. يعني الحديث عن الاعتراف بجزيرة القرم، الحديث عن الاعتراف بجمهوريتين المستقلتين في شرق أوكرانيا، ده أمر يعني تعارض تماما مع السيادة الأوكرانية، وبالتالي قبول أوكرانيا بأنها لن تنضم لحلف الأطلنطي هذا طلب ممكن أن يحقق. عدم حصول أوكرانيا على سلاح نووي هذا أمر يمكن أن يحقق، ولكن كما أشرت سابقا قرار كييف ليس من كييف، ولكن يأتي من واشنطن ومن المجتمع الأوروبي الذي دخلوا اليوم في حملة طرد يعني شرسة للدبلوماسيين الروس من دول كنا نظن أنها يمكن كانت تلعب دورا وسيطا كألمانيا وفرنسا. وصل عدد الدبلوماسيين الروس إلى 40 دبلوماسيا، وردت إيطاليا أيضا، فالأمر والدنمارك، يعني الأمر يتجه إلى التصعيد وليس إلى بدء جلسة مفاوضات بين الرئيس صحيح. الأوكراني والرئيس الروسي. دكتور أشرف، يمكن هنتحدث باستفاضة عن تضييق أو تضييق الخناق على روسيا وعلى الجانب الروسي، لكن دعني أسألك في بداية حديث حضرتك ونحن نتحدث عن هذه الزيارة، زيارة لجنة الاتصال العربية التي تحاول إيجاد حل دبلوماسي ما بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني، من وجهة نظرك إلى أي مدى ستكون قادرة على إنجاح هذه المفاوضات والوصول إلى حل دبلوماسي حيث فشل طبعا الجانب الأوروبي وحتى الولايات المتحدة حتى هذه الساعة؟ إلى أي مدى تعكس موقف الدول العربية ووحدة الدول العربية تجاه هذه الأزمة طبعا الروسية الأوكرانية؟ طبعا الدول العربية وجامعة الدول العربية بما فيها من دول كبرى ممثلة في هذا الوفد تحمل ثقلا عربيا كبيرا، وخصوصا أن الجامعة العربية ومجمل الدول العربية معظمهم يحملون علاقات ود وعلاقات سياسية طيبة صحيح. مع كل من روسيا وأوكرانيا،
والدليل على ذلك أن الواردات التي تأتي من روسيا وأوكرانيا واردات غذائية أو طاقة أو سياحية، يعني روسيا وأوكرانيا يعدان دولتان مهمتان للتجارة العربية وللميزان التجاري العربي مع كل من روسيا وأوكرانيا. العلاقات طيبة ومستقرة مع روسيا وأوكرانيا، وبالتالي يعني هذه الوساطة تعد وساطة نزيهة. ولكن في ظني أن الحرب المشتعلة الآن هي حرب إلى تحديد من سيقود النظام الدولي، وبالتالي قوة النظام العربي أو قوة الجماعة العربية ربما لا تستطيع أن تقنع الجانبين باعتبار أنهم واقفين على حائط صامت لا يقبلان تدخل يوقف هذه الحرب المشتعرة والمشتعلة منذ 24 فبراير. نعم. طيب دكتور أشرف، يعني برضو على ذكر كلام حضرتك كنت تتحدث عن فكرة العقوبات والردود الفعل الأوروبية المختلفة، سواء بطرد الدبلوماسيين، تجديد العقوبات، وفي انتظار أيضا يعني يثار أن غدا حزمة أخرى من العقوبات قد تفرض على روسيا. مع هذا التصعيد ومع زيادة هذه العقوبات الأمر لا يتجه نحو التهدئة بل يأتي نحو التصعيد. كيف يمكن أن تتقبل روسيا كل هذه العقوبات وهي ترد في المقابل، وأن يتجه الجانب الروسي سواء للتهدئة أو حتى الأوكراني كما ذكرت حضرتك في كلمة اليوم للرئيس زيلنسكي عن مطالبات بفرض المزيد من العقوبات أو طرد روسيا من مجلس الأمن؟ ما هي النقطة التي قد تبدأ نقطة التهدئة الحقيقية؟ يعني أنا في ظني لا أرى تهدئة قادمة في الملف الأوكراني أو في هذه الحرب الأوكرانية الروسية. طبيعة التصعيد من واشنطن، يعني كلام وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، بل اليوم كمان أو أمس تحدث كمان مسؤول رفيع في الدولة الألمانية بأن ألمانيا يعني ارتكبت خطأ جسيما بأنها أنشأت خط نقل الغاز الثاني الذي كلف ألمانيا 11 مليار يورو، وهذا تم بعد طبعا احتلال أو أخذ شبه جزيرة القرم. يبدو أن التصعيد الأوروبي الأمريكي تجاه روسيا واستمرار مد أوكرانيا بأسلحة نوعية استطاعت أن تؤلم الدب الروسي في كثير من المناطق، وحدث الآن إعادة صياغة للخطة العسكرية لروسيا الآن لمحاولة يعني عزل بعض المناطق أو إحكام السيطرة على مناطق، وهي تحديدا المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية. ويبقى التحدي لهم أنهم ماريوبول يجب أن يرتبطوا بخط مع كييف، وبالتالي يمكن يعني عمل كمين أو فخ للقوات الأوكرانية في هذه المنطقة. وهذا أمر يدل على أن الأيام المقبلة ستحمل يعني قصف عنيف وتحديات صعبة لاستمرار العملية واستمرار الحرب الأوكرانية الروسية. لا أنظر أن هناك تهدئة، لأن يبدو أن الأوروبيين والأمريكيين عايقين العزم على عزل روسيا، والدليل على ذلك أن حاجة فنية بسيطة، أن هناك لوحة فنية لرسام فرنسي عرضت في مزاد في بريطانيا، وتم تغيير الاسم من أنها لوحة تظهر راقصات روسيات إلى راقصات أوكرانيات، يعني تم تغيير الاسم لمزيد من العزل للثقافة الروسية وللفن الروسي وللدولة الروسية. هذا أمر خطير في الواقع. دكتور أشرف، وحضرتك تحدث عن موقف بريطانيا، يمكن منذ اندلاع هذه الأزمة الروسية الأوكرانية موقف بريطانيا يمكن هو محير إلى حد ما، البعض يقول أو الكثير يقولون بأنها موقفها في حدة كبيرة وفي شدة كبيرة تجاه طبعا الجانب الروسي. لماذا هذه الشدة وهذه الحدة من قبل جانب بريطانيا، خاصة بعد بالأمس تم رفض الجانب البريطاني وبريطانيا لعرض العديد من المستندات من قبل روسيا أو الأدلة في جلسة مجلس الأمن، بعد قيام روسيا بأنها تقول بأن كل هذه الأمور والصور التي تم بثها من مدينة بوتشا هي تعتبر تلويح وتوريط الجانب الروسي؟ ماذا عن موقف بريطانيا دكتور أشرف؟ الموقف البريطاني واضح من مع بدء الأزمة بأنه عنيف وشرس ويعني ويزيد يوما بعد يوم. يعني طبعا رفض الطلب الروسي لعقد جلسة في مجلس الأمن باعتبار أن بريطانيا
هي التي تدير طبعا مجلس الامن في هذا الشهر. هذا امر يؤكد على ان بريطانيا لا ترغب في سماع صوتا ياتي من موسكو للدفاع عن ما حدث من يعني مشاهد لقتلى في الشوارع، وامر دفع الاوروبيين بطرد الدبلوماسيين وتشديد الخناق الاقتصادي من غدا في عقوبات تاتي لتزيد من حجم العقوبات التي فرضت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. بريطانيا لها تاريخ طبعا مع روسيا باعتبار أنها ترى أن روسيا هي المنافس الأهم والأوحد في القارة الأوروبية، وأن سياسات الأمن الأوروبي يجب أن تخضع لرؤية بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وليست موسكو. وبالتالي عزل موسكو بسبب هذه الحرب هي تأتي على الهوى البريطاني، ويبدو أن البريطانيين مصممين كما الأمريكيين مصممين على أن تظل القارة الأوروبية تسير لما تطلبه لندن وتطلبه واشنطن. طيب دكتور أشرف، وعلى ذكر هذه المواقف الفردية، رئيس الوزراء البولندي مورواسكي اتهم ألمانيا بتغيير يعني تجديد سياستها أو العقوبات، أو أنها تقف حائلا حول تجديد العقوبات الروسية خوفا على مصالحها. هل في وجهة نظرك تجد فعلا بما أن ألمانيا هي أكثر المتأثرين من العقوبات أو رد على العقوبات الأوروبية من قبل روسيا، من سواء في الغاز أو البترول، إذن ألمانيا تحاول التهدئة أو تقلل من حدة هذه العقوبات؟ من المتابعة للحرب الأوكرانية الروسية أن مواقف الدول تتغير ربما كل ساعة. يعني الموقف الألماني اليوم متغير تماما عن الأسبوع الفائت. يعني اليوم ألمانيا ربما سمعت هذا الاتهام من بولندا ومن دول أخرى، ولكن ألمانيا اليوم مختلفة تماما باعتبار أنها أعلنت بأنها ارتكبت خطأ في أن تمد الخط الثاني بعدما غدا أو أخذ روسيا شبه جزيرة القرم. يبدو أن ألمانيا سياسيا الآن متجهة إلى واشنطن تماما. يعني ما يعني يحدد ويخطط في مجلس الأمن القومي الأمريكي مع جاك سوليفان، يبدو أن الرسائل تأتي واضحة إلى برلين، وبرلين تنفذ تماما. يعني ربما في فترة أنجيلا ميركل الأمر كان مختلف، يمكن أن يكون مختلفا، ربما لو كان شرودل ما زال في السلطة الأمر كان مختلفا، ولكن القيادة الألمانية شولتز الآن الأمر يبدو واضحا أنهم مرتبطين ارتباطا ببريطانيا وألمانيا، وواضح أيضا أن باريس يعني دخلت في هذا الخط. القوة الأوروبية الآن تكشر عن أنيابها في مواجهة الدب الروسي، وهذا ما أعلنه الكرملين اليوم بأنه قصر نظر وقلة بصيرة من الأوروبيين فيما يفعلوه تجاه روسيا. ولكن يبدو أن فكرة العزل الروسي اقتصاديا وثقافيا وسياسيا، وبل الطلب أيضا بطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان، يبدو أنها حملة مرتبة بشكل كبير ربما قبل الغزو. هذا الأمر كان مرتبا بشكل كبير. دكتور أشرف، يعني تطورات بلدة بوتشا والصور التي تم بثها من قبل هذه البلدة هي يعني تقوم بتضييق الخناق بشكل أكبر على الجانب الروسي، خاصة بعد قيام الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن حزمة عقوبات خامسة على الجانب الروسي، وكان في مقدمة هذه الدول طبعا فرنسا وألمانيا. ما هي العقوبات التي من الممكن أن تقوم الدول الأوروبية وحتى الولايات المتحدة بفرضها على الجانب الروسي، وكيف من الممكن يكون تأثيرها الاقتصادي على روسيا؟ طبعا يعني بالرجوع إلى بوتشا والصور المؤلمة، يعني موقف دولة الإمارات كان دقيقا بأنها تدعم إنشاء لجنة محايدة لمحققين مستقلين مشهود لهم بالنزاهة في البت في هذه الصور أو في الموقع، لتأكيد بأنها ترقى إلى مفهوم جرائم حرب كما تدعي الرواية الغربية والأمريكية حول هذا الأمر. العقوبات كما أعلنت أوروبا والولايات المتحدة. دكتور أشرف هل تسمعني؟ نعم تفضل. أسمع. يعني رغم أنهم محتاجين إلى الطاقة ومحتاجين للتعاون طبعا الاقتصادي مع روسيا في ظل الظروف الخانقة لأسعار الطاقة، ولكن تستهدف تلك العقوبات الدائرة المقربة من الكرملين، الدائرة المقربة من الرئيس بوتين،
وبيحاولوا على قدر الإمكان عدم ضرر للشعب الروسي بشكل عام. يعني هي عقوبات ستكون موجهة إلى سياسيين روس أكثر ما هي موجهة إلى الشعب الروسي. يعني نستطيع أن نجمل بأن العلاقات التجارية ستستمر بين الدول الأوروبية وبين روسيا، وهذا الأمر يواجه بانتقاد كبير من الدول التي كانت في حلف وارسو وانضمت إلى حلف الأطلنطي، رومانيا، ألبانيا، طبعا تشيك، سلوفاك، يوجهون انتقادا عنيفا بولندا إلى الدول الغربية التي ما زالت لها علاقات تجارية مع روسيا. لكن بعد ارتفاع أسعار الطاقة بهذا الشكل كما ذكرت دكتور أشرف، يمكن روسيا ما زالت تتقاضى كلفة ارتفاع هذه الأسعار وتستفيد من هذا الارتفاع الكبير الغير مسبوق. هو ده أمر وارد، وأن ده طبعا سيدعم الموقف الروسي ويطيل للأسف من أمد الأزمة، ولكن يبدو أن الأمريكيين والأوروبيين ربما سيقبلوا بإعطاء روسيا بعض من الأقاليم التي ترغبها في أوكرانيا حتى لا يسعى أو لا يلجأ الرئيس الروسي أو القيادة العسكرية الروسية إلى استخدام أسلحة غير تقليدية، وبالتالي الأمر يزداد سوءا في أوكرانيا وتدفع أوكرانيا ثمنا باهظا أمام طبعا تلكؤ سياسة الردع التي لم تستطع أن توقف الرئيس بوتين من غزو أوكرانيا. يبدو أن الأمريكيين يجهزون لسيناريو طويل الأمد كما أشاروا سابقا بأنها ستكون معركة استنزاف، وبالتالي طول الوقت يمنع وضع الدب الروسي في الخندق، وتستمر للأسف هذه الأزمة، ويجب علينا أن نستعد نفسيا أننا سنتعامل مع هذه الأزمة إلى سنوات في السنوات القادمة من تأثيراتها السلبية على الاقتصاد وارتفاع الأسعار، وهذا انتكاسة كبيرة للعمل الجماعي في النظام الدولي. نعم دكتور أشرف، يعني على الجانب الموازي لهذا، بعض الخبراء يجدون مثلا ظهور إيران مرة أخرى وتصريحاتها لإعادة إنتاجها للنفط مرة أخرى لما قبل العقوبات، لحجم ما قبل العقوبات في 2018، هل تعود المفاوضات مرة أخرى بينها وبين الجانب الأمريكي في إعادة تصدير النفط مرة أخرى في ظل هذه الأزمة والموافقة على يعني العودة أو حجب التطور النووي الخاص بإيران، أم أن هذا مستبعد وليس الآن من الممكن أن تدخل أمريكا في هذه المفاوضات مرة أخرى في هذا التوقيت؟ أنا في ظني أن الأمريكيين لهم رغبة في فتح المفاوضات مرة أخرى مع إيران والسماح لإيران بأن تبدأ في تصدير النفط بكميات كبيرة تخفف من أعباء الأسعار أو تحمل الأسعار المرتفعة للطاقة، وهذا أمر غريب في السياسة الأمريكية إلى حد ما، بأنها يعني تشاكس مع الحلفاء والمقربين إليها وتبدأ بفتح خطوط اتصال مع فنزويلا ومع إيران، أمر غير المفهوم في البيت الأبيض، ولكن يبدو أن الرئيس بايدن والفريق في مجلس الأمن القومي الأمريكي ينظرون أن هناك فرص لفتح إعادة التفاوض مع إيران مرة أخرى وإعادة إيران إلى حلقة المفاوضات، باعتبار أن هذا يؤكد فشل الرئيس السابق ترامب، وربما بايدن يحقق نجاحا بوضع إيران في الاتجاه الصحيح وعودة إيران مرة أخرى لتصدير النفط، مما يساعد على خفض الأسعار، وهذا أمر غير مفهوم في السياسة الأمريكية تجاه الوضع الأمني والسياسي في الشرق الأوسط. طيب دكتور أشرف، تحدثنا عن ردة فعل التي تتوالى منذ بدء هذه الأزمة، وتحدثنا عن موقف بريطانيا والذي وصفناه بالشدة، لو تحدثنا عن موقف الصين والتي كانت تعول لروسيا والجانب الروسي عليه بشكل كبير وبشدة، البعض يقول أن الصين يمكن أربكت المشهد إلى حد ما لأنه من الممكن أن كانت تتوقع روسيا بأن الصين ستنقذ روسيا والجانب الروسي من كل هذه الإجراءات الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على الجانب الروسي والتي ستفرض خلال الأيام القادمة. كيف تقرأ الموقف الروسي؟ هل سيلعب دور الحياد أم بالفعل سينقذ روسيا من كل هذه العقوبات؟ وده طبعا أمل روسي كبير، وده ترجم في زيارة طبعا وزير الخارجية الروسي في اليومين الأخيرين إلى كل من نيودلهي وبكين، ربما قد نجح بالحصول على تعاطف صيني للموقف الروسي، ولكن تظل الصين تحت المراقبة الاستخباراتية الشديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن حلف الأطلنطي ومن المجتمع الأوروبي، باعتبار أن المبادلات التجارية
مع الصين مرتفع جدا مع الجانب الغربي والولايات المتحده. بس دكتور اشرف، الولايات المتحده عفوا عن المقاطعه تتهم الجانب الصيني، وتقول هناك عدد من التقارير الصحفيه الامريكيه التي خرجت وتقول انها كل هذه التصريحات من قبل الصين هي مزعجه بالنسبه للولايات المتحده، وهي تشكل يمكن نوع من التغطيه الاعلاميه فقط لهذه الازمه الروسيه. بالتاكيد هم الامريكيين بيحاولوا طبعا يعني يراقبوا الصين جيدا وينتظرون الفرصة في أن تقدم الصين دعما إلى روسيا، وبالتالي جر الصين إلى هذه الحرب باعتبار أن الموقف الأساسي للتحدي الأمريكي لحلف الأطلنطي وأمريكا هي الصين وليست روسيا. ده كان التقييم ما قبل العملية، ولكن الصين مرشحة أن تكون مستهدفة باعتبار أن الصين أعلنت أكثر من مرة أنها ضد السياسة التوسعية لحلف الأطلنطي، وأن الحلف الأطلنطي يعد من سياسات الحرب الباردة. محاولة وضع الصين في الكورنر هو واضح تماما من كل التعليقات والتصريحات التي تأتي من البيت الأبيض ومن الجماعة الأوروبية، لأن إذا الصين فتحت خطا مع روسيا هذا سيغير شكل النظام الدولي وسيفتح مجالا لإعادة تشكيل نظام دولي يتعارض تماما مع ترغبه الولايات المتحدة ومع أوروبا. ماذا عن الهند أيضا دكتور؟ يعني بعد زيارة وزير الخارجية الروسي للهند ومقابلة وزير الخارجية الهندي، نرى الآن في اليومين الماضيين محاولة استمالة أمريكية أسترالية وربما بريطانية للهند، كيف تتعامل الهند مع هذا الموقف الآن وهذه الأزمة الروسية الأوكرانية؟ أنا أشكرك على هذا السؤال، لأن الهند هي الجائزة الكبرى من هذه المعركة الدولية. الهند تسعى كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية إلى جلب الهند إلى صفيها. الموقف الهندي واضح تماما في أنه يحمل عداء تاريخيا تجاه الصين. حصار الصين سيكون موقفا مرحبا به مع الهند، ولكن حصار روسيا ليس موقفا مرحبا به مع الهند، باعتبار أن التسليح الروسي يعني يملأ الجيش الهندي من فترة طويلة، وبالتالي الوعود التي أتت من أستراليا بفتح تبادل تجاري مع الهند يتجاوز ال 50 مليار دولار، بينما التبادل التجاري مع الهند لا يزيد عن 10 مليار دولار، فهذه طبعا صفقة كبيرة، بجانب أن التبادل التجاري بين الهند والولايات المتحدة وأوروبا يزيد عن ال 200 مليار دولار. أفتكر أن الصفقة كبيرة وأن الجائزة كبيرة للهند كي تتردد. واليوم في متابعتي للسياسة الداخلية الهندية بدأ هناك بعض الأصوات تعيد أن موقف الحياد للهند هو موقف محترم ومهم ويجب الثبات عليه، ولكن هناك أصوات بدأت تتحدث على أنهم متألمين لما يحدث في أوكرانيا، كما أنهم متألمين لما يحدث في روسيا، وأنهم ينظروا إلى روسيا وأوكرانيا أنهم اتحاد سوفيتي سابق قدم للهند الكثير، وبالتالي هذا التردد ربما بداية لدخول مفاوضات جادة للاعتماد على السلاح الغربي والمعونات الغربية، والتبادل التجاري يزيد مع الهند باعتبار أنها دولة ديمقراطية كبيرة تشيد الولايات المتحدة بدورها المستقبلي في التوازن في آسيا وليس الصين. يبدو أن النظام الدولي الذي تطلبه واشنطن الآن محددا بأن تكون الهند هي القوة الصاعدة في آسيا وليس الصين، يجب أن يتم إحكام القبض على روسيا وأن تكون دولة كبيرة ولكن ليس لها مخالب في القارة الأوروبية. بالحديث دكتور أشرف عن الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن البعض يشكك في العقوبات التي من الممكن أن تصدر من قبل الجانب الأمريكي، وخاصة أن أيضا من جانب الأوروبي والاتحاد الأوروبي ألمانيا تعارض بشدة فرض مزيد من العقوبات لأنها تتخوف، وهذا ما يقوله يمكن رئيس الوزراء البولندي، ألمانيا تتخوف من مصالحها أو خوفا على مصالحها الأمنية. برأيك أي نوع من العقوبات التي من الممكن أن توقف هذه العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية؟ العقوبات لن توقف هذه العملية. هناك أهداف واضحة للرئيس بوتين يريد أن يحققها من هذه العملية، وإلا أنه سيكون فشلا ذريعا بل يهدد مستقبله السياسي إذا لم تنجح هذه العملية بأي شيء يستطيع أن يقدمه للشعب الروسي. وبالتالي أي عقوبات لن توقف الدب الروسي في إكمال مهمته. والأوروبيين والأمريكيين يعجبهم هذا الأمر لأنه يدفع الروس إلى مزيد من الاستنزاف إذا ما استطاعوا أن يدخلوا أسلحة متطورة للجانب الأوكراني لدحر الجيش الروسي وإثبات فشله في أوكرانيا. وهذا حديث نقل عن وزير الخارجية أنتوني بلينكين في كل لقاء صحفي مع قنوات أمريكية كبيرة بأنه هذا هو الهدف الأسمى
للولايات المتحدة الأمريكية. واضح تماما أن المعركة مستمرة لإثبات من هو الأقوى ومن سيكسر أولا. حتى برغم من كل الوساطة الدولية التي تلعبها عدد من الدول حتى العربية والأوروبية والولايات المتحدة لحل هذه الأزمة، على ماذا يعول الرئيس الروسي الآن؟ الرئيس الروسي يعول على كفاءته وكفاءة شعبه وجيشه لإنهاء هذه العملية طبقا لما حدده من متطلبات قبل بدء العملية. هو غير طبعا الجيش الروسي في كثير من المتطلبات، يبدو لأن المقاومة كانت عنيفة وشرسة وغير متوقعة. في بعض الروايات تتحدث على أنه بعض الأخبار معزولة عن الرئيس بوتين في اتخاذ قرارات مهمة لما يحدث في أوكرانيا، ولكن يعني يبدو أن الموقف الروسي والأوكراني أو الموقف الروسي والموقف الأوروبي الأمريكي ثابت بأنهم مكملين للآخر في إنهاء هذه العملية طبقا لكل من يريد أن يحقق أهدافه. وللأسف سيدفع الأوكرانيين ثمنا كبيرا ودما سيسال، لا ترغب الدول العربية ولا ترغب الجامعة العربية ولا يرغب أي سياسي أو دبلوماسي محترم موجود في هذا النظام الدولي. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك.